نعطيك واحد كيكه بالشعريه رقيقه كتجي بحال الكنافه. عندنا في ثلاثه د البيضات، كاس العنبه زيت، كاس العنبه سنيده، ثلاثه د البيضات، كاس العنبه سنيده، جوج فاني، خمسه د حبات الفرماج مربى، نص كاس عنبه زيت، نص كاس عنبه ماء عادي دروبيني، جوج خمارات، وجوج كيسان ديال الطحين مغربل. الا جات خفيفه بزاف نزيدو لها غير شويه ديال الطحين بحال بحال الكيك. عندنا ثلاثه د البيضات، كاس العنبه سنيده، وجوج فاني، خمسه د الحبات فرماج مربى، ونص كاس العنبه زيت، ونص كاس ديال العنبه ما عادي، وجوج خمارات، وجوج كيسان ديال الطحين مغربل. وإلا جاتنا خفيفه بزاف نزيدو شويه ديال الطحين بحال الشغل ديال الكيك. عندنا ربعه ديال الشعريه رقيقه ديال السفه، ومعلقه كبيره الزبده، شويه ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش، وشويه ديال الزنجلان محمر يكون صايم. الطريقه كناخذوا ديك المعلقه ديال الزبده في شي مقله وكندوبوها، من بعد ملي كتذوب كنحمروا فيها الشعريه الرقيقه وحنا كنحركوا وتكون العافيه مهيله لان الشعريه دغيا كتحمر فعلا. وما نحرقوهاش، نخليو لها اللون ديالها ضوء ذهبي. اما بالنسبه للكيك خلاص بحالنا بحال اللي كنديروا الكيك العادي ديالنا، كنوجدوا الخليط ديالنا، من بعد من كنخلطوا بحال الكيك وعاد كنزيدوا على داك الكيك شويه ديال اللوز والزنجلان محمر صاين، هو الاخر اللي كنزيدوا على الكيك. كناخذوا المول الدائري ديالنا او مربع اللي بغات، وكندهنوه مزيان بالزبده، ماشي غير شويه، كندهنوه مزيان بالزبده. انا كندير في ديك المقله الثقيله اللي عندها المول ديالها اللي ما كيلصقش، تستعمل المول ديالها. دونك عندنا الكيك ديالنا فيه اللوز وفيه الزنجلان، عندنا الشعريه رقيقه محمره، كناخذوا المول كندهنوه مزيان بالزبده، من بعد كنرشوا بواحد الكميه تكون معقوله، يعني تكون داك كثيره بالشعريه، كنكثروا وكنخليهم ديك الشعريه غير شويه نحتفظوا باش نزينوا به الفوقاني. كنصبوا الخليط مباشره واخضر، كنصبوا فوق ديك الشعريه الرقيقه، وداك الباقي ديال الشعريه اللي بقات لنا كنغطيو عاوتاني به الوجه ديال الكيك باش ما يبقاش يبان لينا العجين. كندخلوها الطيب، ملي كنخرجوها كنعملوها في طبق ديال التقديم، وكنسقيوها بالعسل يكون دافي وفيه شويه ديال ما زهر، ومي كتاكليها ما نقولكش كتجي بحال الكنافه تماما. هي وهي راه غير بالشعريه الرقيقه ديال الصفه، غير بالشعريه بصح. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. باقي الوقت للاسف ما بقاش لنا الوقت، وصراحه الحمد لله اللي معنا اسبوع بالكامل ان شاء الله. ومرحبا بك في اي وقت شيف حفيظه. شكرا لك على هذه الاقتراحات اللي وجدتينا اليوم، تنقول لك صباح مبروك وتحيه كبيره لك.